هدية مورينيو تثير استياء المتابعين، وهدية خاصة لمشجع نيوكاسل ومنزل أنسو فاتي يتعرض للسطو. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. أغلب رواد السوشيال ميديا شاهدوا فيديو المدرب البرتغالي مورينيو وهو يهدي لاعبه الغاني فيليكس جيان حذاء من ماركة شهيرة كنوع من التحفيز، لكن في الفيديو صرخ شخص ما خلف الكاميرا قائلا: انتبه، توجد موزة داخل العلبة. هذه الكلمات أثارت استياء المتابعين كونها مرتبطة بالعنصرية، وانتقد أغلبهم نشر الفيديو رغم إعجابهم بهدية مورينيو. مشجع نيوكاسل الإنجليزي مايكل إيروين عاد إلى منزله بعد مباراة النادي أمام برنتفورد وفي يده ساعة أهداها له مهاجم الفريق سان ماكسيمين، وكان مايكل قد وصل إلى ملعب الفريق باكرا رفقة أولاده للحصول على تواقيع نجوم نيوكاسل قبل أن يتفاجأ بماكسيمين يقترب منه ويهديه الساعة بشكل عشوائي. ونشر مايكل صورة لها على السوشيال ميديا، كما نشر أيضا صورة له مع اللاعب بعد تسلمه الهدية. لم يتوقع أنسو فاتي لاعب نادي برشلونة أن يجد منزله وقد تعرض للسطو بعد عودته من مباراة ناديه أمام الإسبانيول. المنزل تم اقتحامه عندما كان كل أفراد العائلة في الطابق الأرضي يشاهدون المباراة، بينما تمت السرقة في الطابق العلوي. وبحسب تصريحات فاتي للشرطة، فقد تمت سرقة أموال إضافة لساعات ومجوهرات باهظة الثمن. في آخر تطورات قضية ليون الفرنسي، أعلنت الرابطة المحلية منع جماهير النادي من حضور مباريات الفريق التي تلعب على ملعبه بعد الهجوم على لاعب مارسيليا ديمتري فايي، ويسري هذا القرار إلى غاية الانتهاء من التحقيقات. وتريد السلطة المحلية وضع حد لهذه الممارسات، إذ لا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف مباراة هذا الموسم بسبب الجماهير.